ونتوقف في نشرتنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. عودة مرة أخيرة إليك فاطمة. شكرا أميرة، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 16، الصغرى 10، الإسكندرية 16-10، مطروح 15-10، بورسعيد 17-11، إسماعيلية 16-9 وجوها مائل للبرودة. بالنسبة للسويس 16-9، العريش 17-10، طابة 19-10، شرم الشيخ 22-12، الغردقة 22-11 وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 20-7، أسوان 21-9، الوادي الجديد 19-4، شلاتين 23-15، حلايب 22-16 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.